بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الأعزاء، نلتقي اليوم في المحاضرة الرابعة من مادة المحاسبة 130. عنوان المحاضرة اليوم اللي هي الدورة المحاسبية. عناصر المحاضرة اليوم اللي هي الدورة المحاسبية والدورة المحاسبية في المنشأة. أول شيء حنتكلم لكم عن الدورة المحاسبية هنا، وبعدين حنوريكم كيف يتم التطبيق الدورة المحاسبية على المنشأة. الدورة المحاسبية هنا هي عبارة عن دورة محاسبية كاملة لجميع الأحداث المالية التي حدثت خلال فترة زمنية للمنشأة المالية، عن طريق مدخلات للمعلومات المالية وتشغيل هذه المدخلات للحصول على تقارير تقيس أداء المنشأة وتساعد على فهم الموقف المالي للمنشأة في السوق من قبل شركائها أو منظمات في مجال زيادة الأعمال، حيث يقوم بإعداد هذه الدورة أشخاص مؤهلين ومتخصصين في ذلك العمل. يعني لازم أن يكون حد على كفاءة ومتخصص في هذا المجال، ما نقدرش نجيب حد مثلا مش متخصص في المحاسبة نقول له اشتغل لي الدورة المحاسبية، فلازم أن هو يكون على درجة من الكفاءة العالية في هذا المجال. نجو هنا، ما هي الدورة المحاسبية؟ يعني نعرف شنو هي الدورة المحاسبية. هي دورة حدوث المعلومات المالية في تاريخ حدوثها، ثم القيام بعملية التشغيل وتحليل لهذه المعلومات خلال فترة زمنية معينة من قبل العاملين في المنشأة لإظهار التقارير المالية لغرض الاستفادة منها خلال فترة زمنية معينة في المستقبل القريب والبعيد في إطار الدورة المحاسبية الكاملة الموجودة مسبقا. عندي الدورة المحاسبية هنا تمر بعدة مراحل. مراحل الدورة المحاسبية خطوة بخطوة. أول حاجة أن تعتمد على مجموعة من الأدوات والأساليب وفقا للمعايير محاسبية ومالية دقيقة جدا. أول حاجة عندي هنا حدوث المعلومات المالية في الوقت المحدد لحدوثها في تاريخ معين. ثاني حاجة تحديد طبيعة المعلومات المالية عند الحدوث سابقا لسهولة توجيهها بعد إجراء عملية التشغيل المناسب لها من قبل المتخصصين لذلك. ثالث حاجة القيام بتجمع هذه المعلومات المالية وتصنيفها وتحليلها وتسجيلها بعد إجراء عمليات التشغيل المناسب لها من قبل المتخصصين في ذلك. رابع شيء عندي يأتي المرحلة الأخيرة في الدورة المحاسبية الكاملة، وهي كيفية توصيل هذه المعلومات المالية عن طريق أساليب حديثة ومتطورة لإظهارها في صورة تقارير مالية للاستفادة منها فيما بعد. خطوات الدورة المحاسبية، أن الدورة المحاسبية تعتمد على مجموعة مهمة جدا من هذه الخطوات. أول شيء ظهور مجموعة من الأحداث المالية الغير منتظمة والغير مرتبة. ثاني شيء ترتيب وتنظيم هذه الأحداث المالية وفقا لترتيب حدوثها من الأحداث إلى الأقدم أو وفقا لنشأة حدوث هذه المعلومة في التاريخ الخاص بها. ثالث شيء عندي إعداد المستندات الخاصة بهذه المعلومات المالية التي حدثت خلال فترة زمنية معينة من تاريخ إنشاء الكيان. رابع حاجة عندي تسجيل هذه المعلومات المالية في دفاتر المنشأة أو الكيان الاقتصادي مع تحديد طبيعة كل معلومة سواء مدين أو دائن أو مصروف أو إيراد وإثباتها في الدفاتر المناسبة لها. بعدين عندي خمسة ترحيل هذه الأحداث الاقتصادية للمنشأة التي حدثت خلال فترة زمنية معينة في كل فترة خاصة بكل حدث على حدة منفصلة عن الآخر بتاريخ حدوثها. سادس شيء عندي إعداد التقارير بمجموعة هذه المعلومات المالية والأحداث التي حدثت خلال فترة إنشاء الكيان الاقتصادي للتأكد من مدى تطابقها مع الدفاتر أو البرامج الخاصة للمنشأة تحت ما يسمى بميزان المراجعة. بعدين عندي رقم سبعة القيام ببعض التسويات والمعالجات المحاسبية في الدورة المحاسبية نتيجة لأخطاء الترحيل أو التسجيل وإظهار المعلومات والأحداث فيما ما يسمى بميزان المراجعة النهائي. رقم ثمانية أنه في خلال فترة زمنية معينة للكيان الاقتصادي وعادة ما تكون سنة مالية يتم تجميع المعلومات عن النشاط المالي خلال هذه الفترة لمعرفة إذا كانت المنشأة تستطيع الاستمرار مرة أخرى وتحديد الربح والخسائر لهذا الكيان الاقتصادي. تاسع حاجة عندي والأخيرة اللي هي إظهار نتيجة هذه
الإقفالات والتسويات في تقارير مالية مثل الميزانيات والتدفقات النقدية والدخل وحقوق المساهمين للاستفادة منها في المستقبل لإظهار قوة المنشأة المالية في سوق زيادة الأعمال. في الدورة المحاسبية دور مهم وحيوي جدا لابد من توضيحه، وهو التغذية العكسية، إنه المراحل النهائية لإعداد التقارير المالية من قبل المختصين بذلك أو الإدارات المالية العاملة في الكيان الاقتصادي، لابد من قيامها ببعض المناقشات الخاصة بهذه التقارير والناتجة عن الدورة المحاسبية لإصحاب رأس المال لإبلاغهم بمناطق القوة والضعف للكيان الاقتصادي. ولتوضيح بعض الإجراءات التي سوف تتخذ في المستقبل لتحسين أداء الدورة المحاسبية والنشاط المالي بصفة عامة، هذا كل ما يخص الدورة المحاسبية، وسوف يتم تطبيقه عن مثال هنا عندنا عملي عن الدورة المحاسبية في المنشأة. هنا يا طلبة عطيتكم الدورة المحاسبية في هيئة مثال. طبعا نلخص هنا في طريقة العملي، اني انا لما نبي نعد دورة محاسبية اول شيء حيقعد عندي القيود وعندي الترحيل والترصيد وعندي ميزان المراجعة وعندي القوائم المالية، لازم ناخذهم بعين الاعتبار. الاربعة هذين خاصات بالدورة المحاسبية: القيود، الترحيل والترصيد، ميزان المراجعة، القوائم المالية. هنا أعطيتكم مثال فيما يلي بعض العمليات المالية الخاصة بشركة وادي ماجر للخدمات السياحية. في 1/1 تم تخصيص مبلغ 600,000 دينار نقدا وسيارة قيمتها السوقية 7,000 دينار كرأس مال. تمام، هنا أعطاني القيمة نقديا وأعطاني قيمة السوقية كرأس مال كم تكون. تم تحويل مبلغ 45,000 دينار من خزينة الشركة وإيداعها بحساب الشركة لدى مصرف الوحدة. بعدين في 1/2 تم شراء أثاث بقيمة 6,000 دينار، دفعت نصف القيمة بصك والباقي على الحساب. بعدين عندي هنا في 3/1 تم شراء عدد 3 أجهزة حاسوب بقيمة 6,000 دينار وعدد 5 آلات طباعة بقيمة 3,000 دينار، دفعت كامل القيمة بصك، يعني لما دفعها بصك معناها هنا عندي مصرف، لما نقول لك على الحساب معناها دائنون، لما نقول لك نقدا معناها خزينة. بعدين هنا تم شراء سيارتين بقيمة 10,000 دينار للسيارة الواحدة، دفعت نصف القيمة بصك والباقي على الحساب، يعني هنا سلك لي جزئية بصك عن طريق المصرف وعلى الحساب اللي هم من الدائنون. بعدين تمت زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 5,000 دينار أودعت بخزينة الشركة، هنا تم عملية إيداع، يعني الخزينة عندي زادت. تم تحصيل مبلغ 15,000 دينار بصك نظير خدمات السفر والسياحة مصروفات، يعني هنا عندي دفعت الشركة مبلغ 6,000 دينار نقدا سداد جزء من ديونها، يعني هنا لما جت الشركة دفعت حطت 6,000 دينار هنا تسدد في جزء من الديون اللي عليها اللي هم على الحساب. دفعت الشركة المصروفات التالية نقدا، دفعت عن طريق الخزينة، يعني مصروف الإيجار 800 دينار، مصروف الاتصالات 500 دينار. تم تحصيل مبلغ 5,500 دينار نقدا نظير خدمات حجوزات فندقية. المطلوب، أول مطلوب عندي إعداد القيود اليومية عن العمليات بدفاتر اليومية. ثاني مطلوب عندي ترحيل القيود وترصيد الحسابات بدفتر الأستاذ العام. ثالث شيء عندي إعداد ميزان المراجعة. تو حنجون حلو المثال. أول شيء لازم إننا نعرف شكل القيد والصورة الهيكلية لدفتر اليومية وكيف أنا نركب فيها القيد وكيف إني أنا نعد القيود اليومية عن تلك العمليات السابقة. نجو تو للحل. طبعا هذا الشكل الذي أمامكم هو الشكل الذي يوضح دفتر اليومية اللي هو كيف. أول حاجة طبعا احنا شرحناه في المحاضرة السابقة ونزيد نشرحها أخرى هنا في الدورة المحاسبية. عندي خانة المدين وهي تشمل المدينون، وخانة الدائن وهي تشمل الدائنون أو أي التزام علي. خانة البيان هي الخانة اللي أنا نشرح فيها تفاصيل القيد، رقم القيد اللي هي رقم القيد كم، الواحد ولا اثنين ولا رقم كم. صفحة الأستاذ حسب الترحيل، حسب الترحيل نشوف أنا صفحة الأستاذ مكونة من كم. التاريخ اللي هو تاريخ العملية. هنا جيت وضحت لكم العملية الأولى، قلت لكم من مذكورين حساب النقدية، لأني أنا في الحالة هذه تم الشراء شني نقدا، معناها نقديتي زادت، النقدية فيها كم، فيها 600,000.
وشريت منها سيارة، خديت سيارة، سيارة كم؟ 7000، والسيارات أصل، والأصل كنا الأصل من ضمن المدينون، إلى حساب رأس المال اللي بالقيمة اللي عندي اللي هي 67000. تمام، النقدية حتى هي في الميزانية عندي من ضمن الأصول، اللي هي أي أصول؟ أصول متداولة. فهذينا أي أصل يكون مدين، وأي إيراد يكون دائم، ولو صار نقص في الخزينة أو نقص في السيارة يتغير طبيعة الحساب، من مدين يبقى دائم. لو صارنا ولو ان تم سداد هذه القيم، مثلا الخزينه انقصت تمت دائنه، جيت في قيد التسويه في 31/12 درت لها التسويه ودرت لها المستحقات متاعتها، معناها الحساب في السنه اللي بعدها حيرد طبيعته، لان مستحيل خزينه تقعد دائما دائنه. هي في حاله الشراء لما انا ناخذ منها شنو يصير لها؟ تنقص، ولما انا نبيع وزادت خزينتي هنا تزيد. الحساب على طبيعته، يعني طبيعة الخزينة، الخزينة هي من ضمن الأصول المتداولة وطبيعتها مدينة. في حال تمت الزيادة فيها، يعني إن خش عليها إيراد وفي يعني ما فيش خسائر من ناحيتها، فهي هنا في الحالة هذه تكون في طبيعتها مدينة. لكن في حالة إني أنا تم الشراء مثلا، تميت نشري وانقصت الخزينة، حتنقص. في حالة النقصان تبقى طبيعتها كانها دائنة إلى حين إجراء التسوية. لما جينا نساوي المبلغ والمبلغ هذا رجعته مثلا للخزينة، الخزينة ترد طبيعتها مدينة. أمتى يصير الكلام هذا؟ في قيود التسوية في 31/12، هذه بالنسبة لتركيبة القيود. ولازم ضروري نركز ما بين المدين والدائن، ولازم نركز في طبيعة الحساب، هل زاد الحساب عندي أو نقص. لو زاد حيعطي عكس طبيعته، لو طبيعته مدين حيعطي دائن، ولو دائن حيعطي مدين، إلى حين 31/12 من التسوية، بعد ما نساوي أنا ونرد الحساب لطبيعته في السنة الجديدة إن شاء الله، ولا في نهاية السنة، إني أنا نحدد القيد والردة لطبيعته كما كان. أنا عطيتكم معلومة إضافية عن المسودة التي يعني يديروا فيها المحاسبين بشكل عام. المسودة هذه ضروري أني أنا نحسب فيها الحسابات متاعتي وندير فيها، يعني كأنها مسودة خارجية خارج يعني العمليات الحسابية، يعني كورقة خارجية أنا نحسب فيها، كمسودة نراجع بها الحسابات اللي عندي. هنا الحساب، أنا نكتب الحساب اللي عندي متاع القيد، ميزان المراجعة بالأرصدة، الأرصدة كم كان عندي اللي هي الحساب، مثلا جي نكتب هنا النقدية، النقدية في ميزان المراجعة شن كانت؟ هي أصل، صح ولا لا؟ شون طبيعتها، طبيعتها مدين، هل انقصت هل زادت، الرصيد متاعها كم كان، هنا حنحط بالأرصدة. حساب الدخل حنشوف إذا كانت النقدية هذه عندي فيها أرباح، عندي فيها خسائر، شنو عندي مش مفهوم، المهم نجي نحطها عندي. وهنا الميزانية اللي هي الأصول والخصوم، نشوف برضو طبيعة النقدية شنو تغيرت من عندي. لما نجي أنا نبدأ في الدورة المحاسبية، درت القيد ورحلت وقفلت ودرت ميزان المراجعة، درت حساب الدخل هي قائمة الدخل، ودرت الميزانية، نجي نراجع من المسودة هذه. مرات نبقى ناسي بند، مرات الإنسان خطأ، طبيعته والمحاسبة دقيقة جدا، لازم الإنسان يقعد دقيق فيها. فنحاول بقدر الإمكان أني أنا ندير المسودة هذه، تساعدني جدا وهي مهمة في الدورة المحاسبية، أن الإنسان يتعود على ورقة التسوية كمسودة له، يجمع فيها جميع الحسابات الخاصة بهذه الدورة المحاسبية، ليس هي يعني مش داخل نطاق العمل، لكن تساعد في التسويات وفي الدورة المحاسبية في إتمامها على الشكل الأمثل. فما ننساش هنا أني أنا الحساب، كلمة الحساب هذه حنكتب إذا كانت خزينة، إذا كان أي حساب عندي مدين أو دائن، ميزان المراجعة بالأرصدة في البداية، الأرصدة كم كانت، حساب الدخل هنا قائمة الدخل كم طلعت لي، الميزانية اللي هي قائمة المركز المالي من أصول وخصوم، لأن نحن الأصول والخصوم لازم في الميزانية يكون مستويات. حساب الدخل ضروري نعرف الأرباح والخسائر عن طريق شني؟ طرح الإيرادات من المصروفات، لازم نعرف إذا كان إيرادي أعلى معناها في الحالة هذه أنا عندي أرباح، وإذا كان المصروفات أعلى معناها أنا عندي خسائر. فلازم نشوف طبيعة الحساب شن أثر في الأرصدة كم كان، وشن التأثير اللي صار له في الدخل والميزانية، بناء عن شن الدخل والميزانية؟ بناء عن القيود اليومية والترحيل والترصيد اللي هو حرف التي. فالورقة هذه مهمة جدا نستعين بها في الحسابات، تكون مسودة على الهامش. طبعا المثال اللي فات كان عن الدورة المحاسبية، هنا عن الدورة المحاسبية بالأكمل، يعني هنا حتكون الدورة المحاسبية في المنشأة الخدمية.
حتى هي عندي القيود الترحيل والترصيد وعندي ميزان المراجعة وعندي القوائم المالية. مثال هنا فيما يلي بعض العمليات المالية الخاصة بشركة وادي ماجر للخدمات السياحية. نفس المثال السابق هنا حنقرأه وحنشوفه شن الفرق ما بين الدورة المحاسبية والدورة المحاسبية في المنشآت الخدمية. في 1/1 تم تخصيص مبلغ 60,000 دينار نقدا وسيارة قيمتها السوقية 7,000 دينار كرأس مال. في 1/2 تم تحويل مبلغ 45,000 دينار من خزينة الشركة وإيداعها بحساب الشركة لدى مصرف الوحدة. في 1/2 تم شراء أثاث بقيمة 6,000 دينار دفعت نصف القيمة بسق والباقي على الحساب. في 3/1 تم شراء عدد 3 أجهزة حاسوب بقيمة 6,000 دينار وعدد 5,000 طابعة بقيمة 3,000 دينار دفعت كامل القيمة بسق. في 1/9 تم شراء سيارتين بقيمة 10,000 دينار للسيارة الواحدة دفعت نصف قيمة بسق والباقي على الحساب. في 1/11 تم زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 50,000 دينار وأودعها بخزينة الشركة. هنا لما نقول لك زيادة رأس المال المبلغ، شوف البداية كم كان رأس المال عند 7,000، زاد عليه 5,000، يعني تقعد تزيد في رأس المال عندك، مش مثلا الخطوة هذيك عدت خلاص ما عادش ندور، لا نزيد العمليات كنا كلهم في نفس السنة، غير اختلاف التاريخ في اليوم، يعني اليوم والشهر مرات يختلف ومرات الشهر ما يختلفش، يعني يقدن وراء بعضهن، فكلها هي نفس السنة تخص السنة، ما فيش داعي اني انا نتجاه لرأس المال مثلا في العملية الاولى. وهذه من ضمن الاخطاء اللي يقعوا فيه الطلبة، نجي مثلا العملية الاولى تخصيص مبلغ 60,000 دينار نقدا والسيارة قيمتها السوقية 7,000 دينار كرأس مال، هذا رأس مال عندي 7,000، وبعدين جيت قلت لك انا هنا في وحدة من العمليات في 11/1 وهذيك كانت في 1/1 عندي هنا في 11/1 نحن ما زلنا في نفس الشهر، فنقدر اني نزيدها القيمة عادي، تم زيادة رأس مال المبلغ 5,000 دينار، يعني عندي 7,000 فك 12,000 مع بعض الزيادة، تمام، اودعت بخزينة الشركة. بعدين عندي يوم 19/1 تم تحصيل مبلغ 15,000 دينار بصك نذير خدمات سفر وسياحة. بعدين عندي في 25/1 دفعت الشركة المصروفات التالية نقدا، مصروف ايجار 800 دينار، مصروف اتصالات 500 دينار. وفي 29/1 تم تحصيل مبلغ 5,500 دينار نقدي نظير خدمات حجوزات فندقية. المطلوب إعداد قيود اليومية بدفتر اليومية، الترحيل القيود وترصيد الحسابات بدفتر الأستاذ العام. رقم 3 إعداد ميزان المراجعة والدخل والميزانية. طبعا عندي هنا العمليات كلن عن شهر 1، هنا جت بالصدفة مش شرط، مرات نقول لك في 1/1، مرات نقول لك في 1/2، مرات نقول لك في 5/3. الأهم حاجة تهمني انك انت قاعد في نفس السنة يبقى عملياتك كده متسلسلات معك الى نهاية السنة. لكن لما نجي نقول لك 1/1 ها 2002، بعدين نجي نقول لك نبدأ لك لوطة اخرى 1/1/2001، هنا السنة تغيرت عندي، يبقى اللي فوق يمثل لي آخر أول مدة للسنة الجديدة وآخر المدة للسنة اللي قبلها. هذينا في تحديد المخازين بتاعت أول مدة وآخر مدة لازم يركز عليه الطالب من 130 من توا، لأن عشان تواجه مشاكل في المتوسطة وفي 131 ما يعرفش يحدد مخزون آخر مدة وأول مدة. لما نقعد في نهاية السنة 31/12 في سنة 2002 عندي رصيد، الرصيد الله شنو يمثل؟ يمثل اول مده للسنه التاليه اللي هي 2003. لكن في 2002 شنو يمثل؟ يمثلها مخزون اخر المده، فلازم اني انا نفرق. لكن هنا بما انكم انتم ما زلتوا في المبادئ 130، يعني معلومه هذه كمعلومه يعني تستفادوا منها ان شاء الله لقدام في 130 في المتوسطه. هذه معلومه هيك اعطيتها لكم. هنا العمليات حتكون في نفس الشهر، ما فيش داعي حنطلع لكم من سنه الى سنه. العمليات عندكم من 1/1 إلى 31/12 في نفس السنة، تتم لي العمليات والقيود في نفس السنة، إلا إذا كان طلبت منك قيد تسوية في نهاية السنة، وأنتوا عارفين طبعا قيود التسوية كيف يتم إنشائها. نجو هنا أولا القيود بدفاتر اليومية العامة، نتعرف إلى طبيعة الحساب، هل هو ذو طبيعة مدينة أم طبيعة دائنة؟ ثاني شيء نطبق قاعدة القيد المزدوج. ثالث شيء إذا كان الحساب في حالة زيادة اللي هو أكبر نضعف حساب طبيعته، أي إذا كان ذو طبيعة مدينة نضعه في جانب من حساب، وإذا كان ذو طبيعة دائنة فنضعه في جانب إلى حساب.
إذا كان الحساب في حالة نقصان اللي هو أصغر منا ضعه عكس طبيعته. هذا الكلام اللي شرحته بدري، أنا وضحت كم في معلومة، أي إذا كان ذو طبيعة مدينة نضعه في جانب إلى حساب، وإذا كان ذو طبيعة دائنة فنضعه إلى حساب. فهنا يعني يوضح لك طبيعة الحساب في حالة الزيادة وفي حالة النقصان، إن الحساب لما ينقص عن طبيعته فنحاول قدر المستطاع إني أنا نعكسه عن الطبيعة متاعه، وبعدين لما نجي نساوي أنا الحساب في التسوية في 31/12 ونرد الحسابات لطبيعتها، فهنا المدين يبقى مدين والدائن يبقى دائن. هنا عبارة عن إني أنا ننقص في الحساب بطبيعته على إني أنا نبي نوري ان الحساب هذا طلعت منه قيمة او نقص من قيمته، وهذين امور مالية يعني محاسبية متعارف عليها. نجو للقيد الاول عندي هنا اللي هو في 1/1، هنا عندي من مذكورين حساب الخزينة اللي هي النقدية، حساب السيارات الى حساب رأس المال. شوف التوضيح انا وضحت لكم تخصيص نقدية وسيارة كرأس مال. بعدين العملية الثانية اللي هي من حساب المصرف إلى حساب الخزينة، تحويل مبلغ من الخزينة إلى حساب المصرف، لأنه هو حول هنا الحساب خدام الخزينة. شفتوا الخزينة هنا انقصت تمت إلى حساب، وهي الخزينة أصلا طبيعتها مدينة، لما خدينا منها بصك يعني خدام الخزينة وحول للمصرف انقصت رديتها طبيعتها هنا تمت شني دائنة، والمصرف مدين قاعد مدين كيف ما هو لأن زاد. أمتى هذه حنجي نعالجها نقول من حساب الخزينة؟ لما المصرف يرد القيمة للخزينة في التسوية في 31/12. تمام، نجو للعملية الثالثة من حساب الأثاث إلى مذكورين، حساب المصرف وحساب الدائنون. ريت المصرف هنا نقص، ليش؟ لأن شراء أثاث على الحساب، نص خداء على الحساب ونص خداء بصك، يبقى الدائنون في طبيعتهم دائنون، والمصرف هنا نقص عكس طبيعته، شراء أثاث نص القيمة بصك والباقي على الحساب. كل قيد وضحت لكم تحت منه الشرح متاعه، فالإجابة يرجى رجاء خاصا إجابة القيود. تبقى صفحة دفتر اليومية بالشكل الموضح أمامكم، في نفس الوقت ترتيب القيود والقيم وشرح القيد. المحاسبة عملية تنظيم وترتيب، ما نجيش نخلط الدنيا بعضها، لازم يقعد للموضوع نفس ما هو متسلسل ونفس ما نحن درسناه. تمام، العملية الأخرى من مذكورين أجهزة الحاسوب، لأنه هو شراء أجهزة حاسوب وشراء آلات طباعة، بالشراهن شراهن نقدية أو على الحساب أو شراهن بصك، هنا شراهن بصك إلى حساب المصرف، شراء أصول بصك. فهذه العملية اللي عندي اللي تمم في شهر 1. نجو للقيد الآخر اللي هو من حساب السيارات إلى مذكورين، اللي هم من المصرف والدائنون. هنا ليش؟ لأنهم شروا سيارة بيش نص القيمة كانت بصك والباقي كان على الحساب. تمام، بعدين نجو هنا ريتو من حساب الخزينة إلى حساب رأس المال، ليش؟ لأن زاد رأس المال هنا اللي دفعتها الخزينة، جينا هنا هي في القيد هذا وزودنا قيمة رأس المال نقدا، معناها الخزينة زادت ردت طبيعتها. هنا للقيد الآخر اللي هو من حساب المصرف إلى حساب إيراد خدمات السفر والسياحة، هنا حصلنا إيراد بصك. بعدين من حساب الدائنون إلى حساب الخزينة، هنا عندكم سدد الدائنون الشركة جزء من مستحقاتهم نقدا، معناها هنا شن صار؟ الدائنون خدوا من الخزينة وسددوا نقدا، الخزينة شن صار لها؟ صار لها نقص، معناها ردت عكس طبيعتها. بعدين جو من مذكورين حساب مصروف إيجار وحساب مصروف اتصالات إلى حساب الخزينة، هنا سداد مصروفات نقدا. بعدين نبي نجي من حساب الخزينة إلى حساب إيراد خدمات حجز فندقي اللي هو تحصيل إيراد نقدا، فهنا نجينا طبعا حسب الحسابات وطبيعتها في اللي يزيد وفي اللي ينقص، وعرفنا الزيادة شن بيكون ولما يكون في النقص شن بندير. فنتمنى من الطلبة ان هم يركزوا على طبيعة الحسابات عشان ما يصيرش خطأ في القيود، ما يصيرش عندك خطأ، لان القيد اليومية لو كان في عندك اخطاء في قيود اليومية معناها الترحيل بيقعد غلط، ومعناها ميزان المراجعة بيقعد غلط، ومعناها قائمة الدخل بيقعد غلط، شو بيقعد لك طشة القيدين ولا الثلاثة اللي انت درت صحيحات؟ فلازم قيودك يقعد صح، لان هي اسمها فيها دورة محاسبية تمر من مرحلة لمرحلة، تك
اتكلمنا عليه ان احنا في البداية شنو المراحل شنو الخطوات. هتمر بالقيد، قيودك صحيحات، ميزان المراجعة معاك هيقعد صحيح، قائمة الدخل هيطلع معاك صح، الميزانية هتتساوى معاك وتتطابق معاك الاصول مع الخصوم ويقعد برنامجك صح. القيود في قيد خطأ، حاط قيد، ناسي قيد، حاط قيمة، حول قيمة، معناها الترسيل والترحيل والميزان المراجعة والقواعد كلهن خطأ. فلازم نركز على القيود بالدرجة الأولى، هذه أول خطوة وهي الخطوة الأساسية عندي. نجو هنا ثالثا ترحيل القيود وترصيد الحسابات بدفتر الأستاذ العام. بعد أن نختار الحساب المراد تحويله على شكل T مثلا خاص بالحساب، وكما نلاحظ لهذا الشكل جانب أيمن وجانب أيسر، يعني عندي جانب مدين وعندي جانب دائم، لتناول قيمة الحساب بالقيد أو بالرقم ونضعها داخل شكل الحساب. يعني هنا حنفتح حرف T، تمام، حرف T هذا كيف ما أنتم شايفين على يمينه المدين وعلى يساره الدائم، ونضع العمليات التي قامت على هذا الحساب. مثلا لو خزينة حنشوف الخزينة شن بعنا منها وشن شرينا منها وشن سلكنا منها من مدين ومن دائن، ونحطها في طبيعة الحساب ونرحل ونشوف الرصيد المنقول ونشوف الرصيد المرحل. حنوضحوها تو بمثال. هنا جينا المثال، مثال انا اعطيتكم عند ترحيلنا الحساب الخزينة، مثلا اعطيتكم الحساب عن الخزينة تعني بالقيمة أو بالرقم اللي هي من حساب الخزينة إلى حساب المصرف مثلا 45,000. قد هنا قلت لكم قد يكون أن الرقم اللي في الجانبين هو ذاته كلام صحيح، لأن هنا متساويات، معناها هنا لا في عندي قيمة مرحلة لا في عندي قيمة منقولة، يعني 45 متراحلة ونقفل بها الحساب. نجو هنا مثلا عن العمليات السابقة، هذا كان مثال بسيط نعطيته لكم، لكن توان بنبدو في الأمثلة اللي فاتت أني أنا بنفتح حساب للخزينة، حنفتح حساب لكل عملية درتها، خزينة، الدائنون، المصرف، الأثاث، الآلات، السيارات، نفتح ونشوف كل طبيعة حساب كم قعد له مرحل وكم قعد له منقول. هنا عندي حساب الخزينة، طبعا عندي إلى حساب رأس المال، شفتوا خانة الـ تجي في من، لأني أنا لما نبي نقرأ بنقول من حساب الخزينة إلى حساب رأس المال اللي هي أول عملية 60,000، يبقى الإلى وين حتجي في خانة المن، والمن وين حتجي في خانة الإلى، هذا الحساب حرف التي معروف. يعني هنا لما نجي نبي نقرأ من على اليمين بنقول من حساب الخزينة إلى حساب رأس المال 6,000، بعدين عندي إلى حساب رأس المال في العملية اللي بعدها 5,000، بعدين عندي إلى حساب إيراد حجز فندقي 5,500، تمام. في عندي إلى أخرى مع الشيء، عندي حسابات الخزينة إلى، نجول لمن اللي هي من حساب الخزينة إلى حساب مثلا من حساب المصرف إلى حساب الخزينة كم القيمة؟ 45,000. من حساب الدائنون إلى حساب الخزينة 6,000. من مذكورين، تمام، إلى حساب الخزينة اليوم من مذكورين الدائنون ها والمصرف، كم قيمة هنا؟ حنجي نرصد نجمع، ناخذ الجانب الأكبر نحطه في القيمتين ونشوف الرصيد المرحل والرصيد المنقول. المرحل حيقعد في الجانب الأكبر والمنقول هو اللي نشيله في الجانب الأقل باش أنا نساوي الحساب اللي عندي. هنا حساب الدائنون حتى هو نفس القصة، إلى حساب الخزينة عندي 6,000، وعندي من حساب الدائنون 3,000، وعندي من حساب السيارات اللي هو 10,000، نجمع الجانب الأكبر هو اللي رصد فيه اللي هن 13,000، ناخذ الفارق ما بين الجانب الأكبر والجانب الأقل حيطلع لي 7,000 رصيد مرحل نحطه في الجانب الأكبر، والرصيد المنقول نشيله في الجانب العكسي اللي هو الجانب الأقل باش أنا نطابق بالميزان المراجعة. ثالث شيء عندي هنا نجي اللي هو اعداد ميزان المراجعة. اعداد ميزان المراجعة هذه المسودة اللي انا حكيت فيها، تعالوا شوفوا معايا هنا الحساب، عندي الخزينة وعندي ميزان المراجعة بالأرصدة، وعندي حساب الدخل اللي انا فتحته حرف التي، وعندي الميزانية عندي كيف تبي تكون. الخزينة طبعا عندي هنا بالأرصدة كانت 18,200، وعندي السيارات 27,000، وعندي رأس المال طبعا هو دائم 72,000، وعندي المصرف 38,000، وعندي الأثاث 6,000، والدائنون 7,000، وأجهزة الحاسوب اللي عندي 6,000، والآلات الطابعة 3,000، وعندي إيراد 15,000، والمصاريف طبعا هنا مصروف الإيجار مصروف الاتصالات 800 500،
وعندي إيراد حجز فندقي 5500، المجموع حنا لازم إن هو يكون متطابق معايا 99500 99500. هذا ميزان المراجعة بالأرصدة اللي هي أرصدة أول المدة. نجو الحساب الدخل هنا. حساب الدخل اللي هو عندي فيه الإيراد، طبعا حساب الدخل هنا عشان يخش الإيرادات والمصروفات فقط، غير الإيرادات والمصروفات ما يخش الشيء. نجو هنا للإيراد 15000، عندي المصروف اللي هو مصروف شني، مصروف الإيجار ومصروف الاتصالات 800 500، وعندي إيراد حجز فندقي 5500، معناه المجموع حيكون كم؟ 1300 ولا 1000. هنا حناخد مجموع الإيراد وناخد مجموع المصروف ونشوف إذا كان عندي المصروفات أعلى من الإيرادات، معناه في الحالة هذه أنا عندي خسائر، وإذا كان الإيراد أعلى من الأرباح معناه هنا أعلى من المصروف معناه هنا عندي أرباح. اللي اتضح لي هنا في مثالنا اللي حيكون الإيرادات هن اللي أعلى، معناها هنا عندي أرباح في الحالة، في الحالة هذه كم قيمة الأرباح؟ 19200. تمام. نجول اللي بعدها اللي هو الميزانية. الميزانية شو اللي خش فيها؟ قلنا كل الأصول والخصوم. عندي الخزينة اللي هي 18200، وعندي السيارات 27000، وعندي رأس المال 72000، وعندي المصرف والأثاث والدائنون وأجهزة الحاسوب والآلات. هل المصروف الإيراد يخش في الميزانية؟ لا، لأنه خش في قائمة الدخل. والميزانية عندي طلبة هنا شرط أساسي إن هي تبقى متساوية جانب الأصول، لازم إن هو يساوي جانب الخصوم. جور رابع حاجة عندنا، رابع شيء اللي هن إجراء قيود الإقفال وأعداد القوائم المالية. إجراء قيود الإقفال اللي هي الحسابات المؤقتة في نهاية المدة اللي هي 31 من الشهر، يعني نهاية الشهر أو نهاية السنة أني أنا ندير القيود الإقفالية. هنا أنا أعطيتكم عن شهر واحد كله، معناها في 31/1 بندير قيود الإقفال. قيود الإقفال اللي هنا شن شملات؟ من حساب ملخص الدخل إلى مذكورين مصروف الإيجار مصروف الاتصالات إلى هنا. لما نجي نقفل المصروفات طبعا حنقفل المصروفات، هي طبيعتها مدينة، لما نجي نقفلها حنقفلها في الجانب الدائن، وفوق حيكون من حساب ملخص الدخل، لأن قيد الإقفال نفس ما حكيت لكم أنا يرد الحساب لطبيعته إذا كان في زيادة أو نقص. باهي نجول اللي بعدها، من مذكورين حساب ريت هنا يقفل الإيرادات، من حساب إيرادات وخدمات سفر وسياحة، وحساب إيرادات حجر فندقي، إلى حساب ملخص الدخل اللي هي إقفال إيرادات الفترة. بعدين من حساب ملخص الدخل إلى حساب رأس المال، شيء طبيعي إن رأس المال نقفله بروحه، لا نقفله مع الإيراد ولا نقفله مع المصروف. في هذه الحالة بعد ما نحن قفلنا نجي نعد قائمة الدخل، لأن قائمة الدخل لا تعد إلا بعد إقفال الحسابات الختامية. نجو هنا قائمة الدخل عندي عن الفترة، طبعا هنا حددت الكم من 1/1/2017 إلى 31/1/2017. عندي إيراد خدمات سفر وسياحة، عندي إيراد خدمات حجر فندقي، عندي إجمالي الإيرادات، عندي مصروفات إيجار، مصروفات الاتصالات، إجمالي المصروفات صافي الدخل الفترة. هذين كل موجود عندكم في القيد، وكيف درنا هنا عملية الطرح إن هي الإيراد ناقص المصروف. حيطلع لي إذا كان ربح أو خسارة، نحن طبعا في المسودة طلعت لنا، لما حسبت أنا بروح في طريقة المسودة طلعت كم؟ 19200، طلع عندنا أرباح الإيرادات أعلى، معناها هنا ريت ولما جينا درنا قائمة الدخل طلع عندي أرباح، يعني المسودة لازم إن هي تكون معتمدة. تمام، باش أنا تسهل علي العمليات اللي زي هذين، فورقة المسودة ضرورية ومش حيخلى الامتحان سؤال منها لأن هي مهمة جدا. فنتمنى أن الطلبة يركزوا عليها شوي لأن هي تسهل عليك عملية قيود الإقفال وتسهل عليك قائمة الدخل. هنا يطلب من كل طالب الإجابة على هذه الأسئلة وأحضارها في ورقة عمل. السؤال الأول، إذا علمت أن الأرصدة الصحيحة والمستخرجة من دفاتر شركة وادي كعام التجارية يوم 31/12/2016 كانت على النحو التالي: النقدية عندي 10100، عندي الدائنون 3500، وعندي المدينون 2400، وعندي أجهزة حاسوب واتصال 4000، وعندي إيراد إيجار 4000،
وعندي مصروف إيجار 3200 وعندي مشتريات 12000 وعندي مبيعات 22000 وعندي مباني 22000 عندي قرض 5000 وعندي سيارات 200000 وعندي مصروف تأمين 1300 ومصروفات إدارية وعمومية 5000 وعندي رأس المال هنا مجهول. المطلوب استكمال المسودة التالية. شفتوا أنا قلت لكم ما فيش سؤال من الامتحان يخلى من دون مسودة، ووريتكم الطريقة كيف تشتغلوا عليها. المطلوب الثاني إجراء قيود الإقفال للحسابات المؤقتة اللي هو حساب ملخص الدخل وإعداد قائمة الدخل عن المدة المنتهية في 31/12/2016 وإعداد تصوير قائمة المركز المالي في الميزانية في 31/12/2016. نجو للسؤال الثاني اللي هي إذا علمت أن الأرصدة الصحيحة والمستخرجة من دفاتر شركة البازا التجارية في 31/12/2016 كانت على النحو التالي: النقدية حتى هي كانت 10100 وعندكم الدائنون 3500 والمدينون 2400 وأجهزة حاسوب واتصال 4000 إيراد إيجار 4000 مصروف إيجار 3200 مشتريات 12000 مبيعات 22000 مباني 22000 قرض 5000 سيارات 20000 مصروف تأمين 1300 مصروفات إدارية وعمومية 5000 بضاعة أول المدة 2000 رأس المال عندك مجهول، علما بأن نتيجة الجرد الدوري أوضحت أن تكلفة بضاعة آخر مدة بلغت 300 دينار، فما قيمتها السوقية قد قدرت ب 5000 دينار. المطلوب استكمال المسودة التالية. والمطلوب الثاني إجراء قيود الإقفال حسابات المؤقتة اللي هي حساب ملخص الدخل وإعداد قائمة الدخل المنتهية في 31/12/2016 وإعداد وتصوير قائمة المركز المالي الميزانية في 31/12/2016. هذا السؤال الثاني. هنا السؤال الثالث المطلوب في ورقة عمل حتى هو: إذا علمت أن الأرصدة الصحيحة والمستخرجة من دفاتر شركة وادي ماجر التجارية كانت على النحو التالي: حتى هي النقدية 10100 والدائنون 3500 المدينون 2400 أوراق القبض 1500 أوراق الدفع 1800 مسحوبات 150 أجهزة حاسوب واتصال 4000 إيراد إيجار 4000 مصروف إيجار 3200 مشتريات 12000 ومبيعات 22000 مردودات ومسموحات مشتريات 500 مردودات ومسموحات المبيعات 400 مباني 22000 قرض 5000 سيارات 20000 مصروف تأمين 1300 مصروفات إدارية عمومية 5000 بضاعة أول المدة 2000 رأس المال مجهول، علما بأن نتيجة الجرد الدوري أوضحت أن تكلفة البضاعة آخر المدة بلغت 3000 دينار، فما قيمتها السوقية قد قدرت ب 5000 دينار. حتى هي استكمال المسودة التالية. والمطلوب إجراء قيود الإقفال للحسابات المؤقتة عن 31/12/2016 و31/12/2016 قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقيود الإقفال. طلابي الأعزاء نشكركم على حسن الاستماع لهذه المحاضرة. الأستاذة نجوى العجوري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.